هل لا زال فلافل كناري لذيذ ومقرمش؟ سوف نعرف الآن. من أول ما بطل المطعم مشهور بالفلافل الفلسطينية مالته، كشخة، منيو مرتب، كل شيء واضح. لا لا لا، كناري تغير الصراحة. خلاص بس المنيو علي يا جماعة، أنا طقيت المايك عسى بس ما بطيت إذنك. السلام عليكم. أبي واحد لحم مدبس، وواحد سبحة، واحد حمص، خبز سبري، فلافل. أي طلبات أخرى؟ أنا عزمتكم، كلها مبتلشة فيكم. أنا ما دفعت أنا. لا عبالي أنت بتدفع. ادفع. اخدم نفسك بنفسك، كل واحد يروح ياخذ طلبه. شكرا. اغمسك بالحمص ولا اغمسك بالمسبحه؟ غمسها بالمسبحه، انا احب المسبحه الصراحه. طبعا هذه النسخه الذربه مني. ما لا تقبل نفسه يا جماعه. بعد انت تزعل علينا. تعال تهريب تهريب. نعم نعم ماكل. نعم، شنو سر الفلافل اللي عندكم؟ السر هي خبرتنا ومن جدودنا اللي هي من القدس. جبنا الخلطة وخلطة البهارات ونوعية كيف خلط الحمص مع البهارات مع الخضرة، وطلعت هالجودة هذه المقرمشة الزاكية الخضرة، الشيء الحلو يعني. السوبريم فلافل. يعني أنا بس أبي أوريكم، بس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب ما أجيب العيد كل الخضرة فيها والطحينة يعني الفلافل، سمونة الفلافل اللي إحنا متعودين إن إحنا ناكلها عند كناري هي نفسها بهالخبزة، خبزة الكعك. هنجرب. حلوة، لأنها حلوة تستاهل قرمة ثانية. حاطين المخلل فمعطيكم طعم المالح مع الحامض مع المكس هذا، المكس الجبار هذا حق الجيل الجديد. ترى كان عندنا مدن ملاهي، فإحنا عشنا هذه الذكريات، كنا نروح السالمية، كنا نيحة واللي عند الرحاب. لازم إذا جينا الرحاب نمر كناري. عادات وتقاليد. لحم مدبس، شنو سالفتك؟ أنا توقعت إنه على بنا إنه هو في دبس الرمان، عبالي بيكون وايد حالي. إنزين، اللي هو الطعم اللي متعودين إن إحنا نجربه بورق العنب، بس لا، الطعم بالانس. أنا ببطل مطعم فلافل يم كناري في محل هنا، ببطل يمهم.